رح نروح فرح لمحطتنا الأولى لليوم. ولا يقوى الإنسان بهي الحياة على هالأرض من دون أن يعاونوا الناس ويقفوا معه، فالإيد الواحدة ما بتسفق. وكان الإنسان منذ خلق الله تعالى يسعى للاجتماع مع أخيه الإنسان والتعاون معه باستثمار خيرات الأرض وتطويعها لخدمة البشرية. فكل إنسان خلق الله تعالى له ميزات ما أنا موجودة عند أخوه الإنسان الآخر، لذلك كانت الناس لبعض البعض من أجل تسيير عجلة الحياة هو مصدر قوة وتطور. أكيد سلمى، فالمجتمع الذي ترى أفراده مجتمعين متوحدين هو أكثر المجتمعات القادرة على العطاء والبذل، كما أنه أكثر المجتمعات قدرة على تجاوز نقاط الضعف. وأكيد حتى نحكي أكثر عن الموضوع بسنة نرحب بدكتورة تغريد مسلم، وهي أستاذة بجامعة دمشق، أو دكتورة بجامعة دمشق وأستاذة بعلم الاجتماع. صباح الخير وأهلا وسهلا فيك دكتورة. أهلا وسهلا فيك. أهلا. سعد صباحك. صباح الخير. بداية خلينا نتعرف من حضرتك عن مفهوم العمل الجماعي اللي رح نحكي عنه ونتوسع أكثر عنه بفقرتنا لليوم. العمل الجماعي مثل ما تقدمتي بالبداية حضرتك والآنسة أنه الإنسان لا يمكن أن يعيش وحيدا على هذه الأرض ولا يقوى على العيش منفردا دون الآخرين، فلا بد من وجود الآخر حتى تكتمل الحياة وحتى تستمر الحياة، ولذلك لا بد للفرد أن يكون ضمن الجماعة، وحتى يكون ضمن الجماعة يجب أن يتفاعل مع الجماعة وأن يعمل ضمن هذه الجماعة كي تستمر حياته وتستمر حياة الجماعة، يعني رح يكون الدور متكامل بينه وبين الأفراد الآخرين أو بين الجماعة اللي هو بينتمي لها. لذلك العمل الجماعي هو العمل الذي يقوم به فردان فأكثر، يعني الفردي هو اللي بيكون فيه فرد واحد، أما الجماعي بيكون فيه أكثر من أكثر من اثنين، يعني ممكن، لكن في يعني ممكن بعض حدد أنه يكون عدد معين والبعض ممكن عدد أكبر، لكن هاي بترجع كمان حسب الهدف من هذا العمل الجماعي. فالعمل الجماعي هو بيقوم به أكثر أو فردان فأكثر لتحقيق هدف معين. أما الفرق العمل، لأنه دائما نحن بنخلط بين العمل الجماعي وبين فرق العمل وبين العمل الاجتماعي، ولكل منهما يعني تفسيره الخاص ومفهومه الخاص أو هدف الذي يعمل لأدائه. فرق العمل هي مجموعة من الأفراد تعمل مع بعض البعض لتحقيق هدف معين. أما العمل الاجتماعي هو العمل الذي يقوم به الأفراد بغية منفعة الجماعة ومنفعة المجتمع. دكتورة خلينا نحكي أكثر وبالتفصيل عن فوائد العمل الجماعي، إن كان على الفرد نفسه نفسيا اجتماعيا وإن كان حتى على المجتمع المحيط بجميع أطرافه. العمل الجماعي مفيد جدا للفرد على صعيده الشخصي وكذلك على صعيد الجماعة اللي هو بينتمي لها وعلى صعيد المجتمع بالعموم. فللفرد يحقق له الاحترام، يحقق له إثبات الذات، يحقق له تقدير، يحقق له تقدير من قبل الآخرين، يحقق للفرد مهارات وخبرات يتم اكتسابها من خلال عمله مع الآخرين، كذلك يحقق للفرد الثقة بالنفس و يكسبوا معارف جديدة ويطلعوا على تجارب الآخرين، وبالتالي الخبرات يعني الفوائد اللي بتتحقق للفرد على صعيده الشخصي كثيرة جدا، بالإضافة أنه بتنمي علاقاته مع الآخرين ويصبح مؤثر ومتأثر بالآخرين. وعلى صعيد المجتمع الفائدة تكون أعم وأشمل، لأنه بوحدة الجماعة وحدة المجتمع وقوة المجتمع وقوة الوطن، فلما بيكون الأفراد قوة واحدة متكاتفة مع بعض البعض، هذا بيؤدي إلى أنه يشكل قوة للمجتمع وبالتالي أمن وأمان للمجتمع على صعيد المجتمع بشكل عام. طيب دكتورة تغريد، يعني دائما بنحكي عن العمل الجماعي وأهميته، عم نشوف حاليا بسوريا وخصوصا خلال سنوات الحرب وجود فئات كتير من الجمعيات اللي أساسها تبنى على العمل الجماعي. خلينا نحكي عن المهارات اللي لازم يكون متوفرة عند هاي المجموعات أو حتى بأي مكان لحتى يكون هالعمل الجماعي ناجح. رح بس بدي أوضح فكرة صغيرة بالنسبة خاصة خلال فترة الأزمة ظهور هالمجموعات الكبيرة، يعني مجموعات عديدة منها مرخص أخذ صفة الشرعية ونظامية كجمعية، ومنها أخذ يعني صفة الآنية كونه مبادرة. يقوم بمبادرات بحيث أنه يعني للوضع الراهن بيطلب هذه المبادرات. هناك خلط ما بين العمل اللي تقوم به هذه الجمعيات والعمل هو بالعموم هو عمل جماعي بصفته العامة أو بصفته الشاملة،
مشكلة، لكن هو بخصوصيته عمل اجتماعي، والذي تقوم به الجمعيات على أرض الواقع هو عمل خيري وليس يأخذ الصفة العمل الاجتماعي بمفهومه كعمل اجتماعي. فلذلك احنا بالواقع أو على أرض الواقع نخلط بين العمل الاجتماعي وعمل الجمعيات الخيرية، فنتوقع انه هدول اللي عم بيقوموا بتوزيع الاكل والملبوسات والاعانات انه هذا عمل اجتماعي، هذا عمل خيري. والعمل الاجتماعي اللي هو انا بقوم فيه كتنميه للمجتمع، وبيكون فيه على بيعمل بيعكس تنميه على صعيد الافراد وعلى صعيد المجتمع اللي انا عم بشتغل فيه. فلذلك العمل الاجتماعي أو العمل الجمعيات الخيرية هو بشكل خاص خيري، لكن العمل الاجتماعي في سوريا له ضوابط أو له صفة خاصة بحيث أنه يخلط ما بين الاجتماعي وما بين الخيري. فلذلك كل مجتمع له خصوصيته وله يعني توصيف للعمل الاجتماعي الخاص فيه أو اللي هو بيكون مقبول على أرض الواقع أو ضمن مجتمعه. لذلك احنا بنقول بسوريا العمل الاجتماعي يخلط ما بين الخيري والاجتماعي، أو العمل الجماعي يخلط ما بين الخيري والاجتماعي. فلذلك احنا طرحناها أنه جمعيات هي عم تقول بعمل جماعي، لكن العمل الجماعي السؤال الثاني اللي هو كان انه مهارات لابد من انه يكون في مهارات للاشخاص اللي بدهم يشتغلوا ضمن مجموعه او ضمن جماعه وبدهم يقدموا عمل جماعي. يعني حاليا انتوا كفريق ما ممكن شخص يقدم العمل منفرد عن المجموعه الاخر، المخرج بده يكون بدور، المذيع بده يكون بدور، التصوير بده يكون بدور، وبالتالي تكامل هذه الادوار لكي يتم تقديم العمل بشكل متكامل. لكن حتى يتم تقديم العمل بشكل متكامل بده يكون في عندي مهارات، من هالمهارات مهارات شخصية على مهارات اتصال وتواصل، مهارات ذاتية ومهارات شخصية، وبالإضافة أنه بده يكون في عندي مهارة الانصات، لأنه أنا لا يمكن أني أتفاعل مع الآخر وأعمل مع الآخر دون أن أستمع إلى الآخر. بده يكون في عندي مهارة الحديث، بالإضافة بده يكون في عندي مهارات تكنولوجية، يعني أنا بحاجة تكنولوجيا، بحاجة أدوات، بحاجة برامج، بحاجة وسائل تواصل، كلها هي تعتبر ضمن المهارات التكنولوجية اللي لابد انه يكون بيتمكن منها او يتقنها اللي بده يشتغل ضمن المجموعة او ضمن الجماعة. نعم، يعني دكتورة حكينا عن المهارات قد فعلا الاشخاص لازم يكونوا تقريبا نفس الدرجة او متقاربين اذا ما بدنا نقول نفس الدرجة، لكن خلينا نحكي اذا كان في فرق وبين كفاءة كل شخص وبين درجته العلمية تحصيله وثقافته أيضا، فكيف نحن ممكن نعمل نخلق جو من التقارب إن كان الفكري وإن كان ببذل الجهد؟ فكيف شو هي النصائح اللي بتقدميها رح تكون في فعلا تقارب رح نطلع بعمل مميز؟ ليكون في عندي عمل مميز وأنا أشتغل كفريق كتيم وورك متكامل مع بعض البعض، يجب أن يكون هناك طبعا الفريق موجود وأعضاؤه، وكل عضو له مهمة وله خصوص له خصائص وله وظائف عم بيكون فيها لتحقيق طبعا هدف اللي هو الأشمل للفريق بالعموم. لكن كل شخص ممكن يكون له مزايا مختلفة عن الآخر، لأنه بالعموم وحسب نظريات الشخصية ما في شخصين بيتماثلوا وبيتشابهوا على الإطلاق، حتى التوأمان لا يتشابهان. فلذلك كل شخص له خصائصه الشخصية اللي بتميزه عن الآخر. لحتى أنا أشتغل كفريق متكامل لبعض لابد أن يكون هناك موائمة بين أعضاء الفريق، حتى يكون هناك موائمة بين أعضاء الفريق لابد من أعرف مزايا كل شخص ووزع الأدوار. أيوة، وزع الأدوار لكل شخص تتوافق مع شخصيته. يعني لابد من قائد المجموعة أنه يفهم هالشخصيات ويعرف النظام التمثيلي لكل شخصية، خصائص كل شخصية، وعلى أساسه أنا بوزع الأدوار. يعني المبادر أنا ما بقدر بعطي مهمة المبادر لشخص يكون هو خجول، كمان ما بقدر أعطي المشجع لشخص هو انطوائي. فلذلك كل دور بدي أعطيه وتناسب مع شخصية الفرد وإمكانياته. طبعا هذا بيتطلب تدريب، كذلك يكون مترافق مع تدريب ويكون في عنده هالمهارات، لكن كمان بترجع مع إمكانياته الشخصية بتلعب دور، وبالتالي أنا بعطيها المهمة وفق لإمكانياته اللي هو بيتميز فيها وصفاته الشخصية. هون بيصير مبدع،
وبيحقق الإبداع وبيقدم لي عمل مبتكر ومميز. طيب دكتورة، بما أنك حكيتي يمكن عن أنماط الشخصيات اللي لازم تكون متواجدة وأنه كل عمل لازم يتناسب مع أنماط الشخصيات، طيب إذا بدنا نحكي بشكل مبسط يمكن كل فريق لازم يتكون من كم شخص، وشو هي أنماط الشخصيات لازم تكون موجودة بالفريق لحتى تشكل عوامل نجاح له؟ حتى العدد يعني البعض بيحط من 3 إلى 5، البعض بيعطي عدد أكبر، البعض بيقول أنه أنا كمؤسسة كلها كفريق. هلأ أنا كمؤسسة أنا فريق كبير، لكن هذا الفريق يقسم إلى مجموعات وكل مجموعة إلى كمان قائد وإلى أعضاء، فلذلك ممكن يعني من 3 أشخاص ل8 أشخاص أو من 4 ل8 أشخاص، يعني هذا العدد فينا نتحكم فيه وفق للهدف اللي أنا عم قوم فيه سواء كان صغير أو أكبر أنا كبر الفريق. لكن هناك يعني أدوار ضرورية، يعني القائد ضروري أنه يكون بالفريق، ما ممكن يقوم فريق بعمل دون وجود قائد ويكون هو مسير ومدبر وموجه ومنظم لعمل الفريق. في عندي المشجع هو اللي بيقوم على الحث والتشجيع، في عندي المبادر وبيعطي الأفكار، يعني هون حتى قدمنا هالبرنامج في حدا طلع فكرة وحط هالأفكار وعطى 1 2 3 من هالأفكار وأنا بدي أقدم هالأفكار. في عندي الناقد هو اللي بيقوم بالنقد الموضوعي، كمان في عندي المنسق هو اللي بيقوم بعملية التنسيق بين أعضاء الفريق، وكذلك ينتقل التنسيق إلى خارج أعضاء الفريق، يعني أنا لحتى أقوم بهالمهمة بيتطلب أني أتواصل مع جهات معينة، وبالتالي بيقوم هو بعملية هالتنسيق. إذا كان في خلافات بين أفراد الفريق هو كمان بيقوم بالتوفيق والتنسيق وتحسين التواصل بين بعضهم البعض، وبالتالي هيك بتتكامل هالأدوار مع بعض البعض لحتى يقدموا عمل متكامل. بدنا نشكرك دكتورة على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، وفعلا مثل ما تفضلتي وحكيتي انه العمل الجماعي والمجموعات والفرق كلياتها هي فعلا لها بصمه مميزه كانت خلال هي الحرب، ان كان بالمؤسسات وان كان بارض الواقع وان كان حتى بالدعم النفسي اللي شفناه بالفتره الاخيره. بنتمنى دائما هي الثقافه تكون موجوده عندنا، مثل ما قلنا سلمى بالبدايه ايد واحده ما بتصفق، فعلا هي نتائج دائما بتكون للمجموعه. شكرا كثير لك دكتوره. شكرا كثير، وانا بالفعل بتمنى انه نحن كلياتنا حاليا سوريا بحاجتنا كلنا ايد واحده، كلياتنا نقدم عمل اجتماعي جماعي بالعموم لفائده هذه البلد وفائده الكل مع بعضنا البعض. اكيد. شكرا لوجودك معنا وشكرا لكل المعلومات اللي قدمتيها اليوم. شكرا. بعد غياب